تقرير عن مسيرة الجنيه المصري لما كان الجنيه جنيه، كانوا بيسموه الزعيم، الجنيه ده هو الزعيم. دلوقتي الجنيه في مواجهة الدولار باحثا عن دورا. نشوف تقرير الزميلة خلود عبد الفتاح. من السيادة إلى التبعية، ومن التحكم في سعر الصرف إلى فقدان التوازن أمام العملة الأجنبية. رحلة بدأت قبل أكثر من 180 عاماً، حينما أصدر محمد علي باشا مرسوماً في عام 1834 ينص على إصدار عملة مصرية قوامها الذهب والفضة، قبل أن يتم صك الجنيه المصري لأول مرة في عام 1836. ولكن بسبب الأزمة المالية الناتجة عن تراكم الديون الخارجية على مصر، صدر قانون الإصلاح النقدي عام 1885، والذي نص على التخلي عن معيار المعدنين رسمياً، وأصبح معيار الذهب أساساً للنظام النقدي المصري. عاش الجنيه المصري أزهى عصوره في عهد الملك فؤاد، وبلغ قيمته آنذاك 5 دولار أمريكي، وحمل حينها وجهه صورة جملين وفي الخلف اسم البنك الأهلي المصري، قبل أن يتراجع ليسجل 4 دولار أمريكي خلال عهد الملك فاروق، الذي أمر بتغيير شكله مرة أخرى عام 1950 ليحمل وجه الملك وصورة معبد إيزيس. ومنذ اندلاع ثورة يوليو عام 1952 واصل الجنيه المصري رحلة النزيف أمام الدولار الأمريكي، ليسجل خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 2.5 دولار و1.7 دولار خلال عهد الرئيس أنور السادات، الذي أضاف طابعاً إسلامياً لشكل الجنيه. وخلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك واصل الجنيه انهياره أمام الدولار الأمريكي، ووصل سعر الدولار الواحد ل 3.5 جنيه حتى عام 2003، قبل أن يعلن تحرير سعر الصرف ليصل إلى 5.5 جنيهاً، ويواصل هبوطه الدرامي عقب ثورة 25 من يناير، ليسجل 7 جنيهات في السوق الرسمية و8 جنيهات في السوق السوداء خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، استمر تراجع الجنيه أمام الدولار نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة، حتى كسر حاجز 11 جنيه في السوق السوداء، قبل أن يتراجع إلى 10 جنيهات، بينما أعلن البنك المركزي تحرير سعر الدولار ليصل إلى 8.87 في السوق الرسمي، أكثر من 3000% قيمة ما فقده الجنيه المصري أمام الدولار على مدار 60 عاماً، بدأت من عام 1952 واستمر النزيف حتى الآن، بينما عجزت السياسات الاقتصادية عن وضع حد لتلك المعاناة. خلود عبد الفتاح، كلام تاني.